فعلا حاجة جميلة التكريم دوت. الناس المقيمين عليه الجمعية، جمعية قدام اللاعبين، ده شيء اسمه الوفاء. ده لما بيبقى في نجم لاعب كورة وبدأ يكبر في السن، ولما يلاقي حد بيكرمه، ده بيبقى حاجة يعني الإنسان بيبقى سعيد بيها جدا. أنا سعيد جدا بالناس اللي شفتها، قمم الأجيال اللي قبلينا، الأجيال اللي ما خدتش حاجة من الكورة خالص، الواحد سعيد بيهم جدا. بنحترمهم لفنهم ولأخلاقهم. والأجيال اللي حقتها أنا الحمد لله كلهم إخوات وزملاء، والتكريم ده حاجة جميلة جدا. وأنا طبعا بشكر جمعية قدام اللاعبين. أنا يمكن واحد من المدربين اللي مرنوا محمد صلاح، وبقول إن مفيش حاجة اسمها مستحيل. المواهب موجودة في مصر، بشرط إن المدربين يساعدوا اللعيبة الموهوبة دي. أي لاعب موهوب بيبقى عنده موهبة ومهارة في حاجة معينة، وبيبقى ناقصه بعض الأشياء البسيطة اللي بتخليه يقدر يوصل للعالمية وللاحتراف. عندنا أمثلة كتير في النادي الأهلي ونادي الزمالك ونادي المقاولين العرب. جميع أندية مصر فيها قطاعات ناشئين محترمة جدا ومدربين على مستوى عالي. أنا بس يهمني إن إحنا الناشئ يتحلى بالروح الرياضية، ويبقى عنده أخلاق، ويعرف إن الرياضة دي مكسب وخسارة. الرياضة حاجة جميلة جدا، ما يبقاش فيها عدوانية. نعلم الولد من صغره وهو صغير إن هو ما يضربش حد بدون كورة، ويقدم فن، ويبقى عنده أخلاق، وما يبقاش عنده عصبية. يعني يمكن الواحد شايف زمايله من 30 سنة 35 سنة، كنا بعد المباراة على طول نقول لبعض مبروك اللي يكسب، ويبقى عنده اللاعب أخلاق، ودايما يقول للمدرب حاضر. محمد صلاح اللي وصله، والنني، وبعض اللاعبين اللي أنا مرنتهم مع زمايلي طبعا، كلهم كانوا بيسمعوا الكلام. محمد صلاح ما كنتش أسمع منه غير حاضر ونعم. فدايما لما اللاعب دايما يقول لمدربه حاضر، ويعمل اللي المدرب يقول له عليه، أكيد المدرب هيفيده وهيديله من خبرته. وعندك طبعا أسامة حسني متربي في النادي الأهلي وطالع من النادي الأهلي، ولعيبة كبيرة يعني كتير جدا. محمد أنا اشتغل معايا سنتين وهو عنده 14 سنة وهو 15 سنة، يعني اشتغلت معاهم لمدة موسمين. في موسم منهم كان محمد جاله الفترات اللي هي بتبقى فترات النمو، فبتبقى في ناحية الركبة كده بيبقى في ورم لأن النمو جاي له. فأنا قلت له محمد أنا مش هلاعبك، يعني هتقعد مثلا حوالي شهر شهر ونص مش هلاعبك. قعد يعيط وقعد يقول لي يا كابتن انا عايز العب، انا مش عايز اضيع وقت، انا عايز اوصل لاعلى حاجه وكده. قلت له محمد انا بخاف عليك يا ابني، انا خايف عليك. فانا بيدل على ايه؟ على ان لا اللاعب تتعامل معاه نفسي. انا كنت بتعامل مع محمد كابن من ابنائي، ودايما المدربين الناشئين انا بطلب منهم الاشبال الصغيرين والبراعم دايما تتعامل مع اللاعب على انه ابنك، وتعلمه وتديله من خبرتك وتفيده. وكل ما تفيده بالتالي هيطلع لاعب هيسمع الكلام وهيبقى عنده أخلاق، وهتكمله من النواحي الفنية. والنواحي النفسية مهمة جدا، إن اللاعب يحس إن أنت أبوه. لذلك لما جه محمد صلاح قال إن حمدي نوح ده بيعتبر أبويا التاني، لأنه حس إن أنا بعامله كابني. المفروض مدربين الناشئين تعامل اللعيبة وخصوصا اللعيبة الموهوبة تعاملها كأبنائها، والخبرة اللي عند المدرب يديها للاعب. ربنا يوفقهم محمد صلاح والنني
وكل اللعيبة اللي أنا مرنتها، وأنا مش لوحدي مرنتهم، أنا معايا مجموعة مدربين برضو ممتازين. الماضي كان أولياء الأمور كانوا بيخافوا على أولادهم إنهم هم يروحوا الأندية وكده. دلوقتي بقى كل ولي أمر حابب إن ابنه يبقى زي محمد صلاح، بيبقى عندنا محمد صلاح قدوة طيبة، الناس كلها بتشوف محمد صلاح وعايزة تشوف أولادهم، فهي دي بالتالي لما بيلاقوا نجم كبير طالع من مصر، من نيل مصر، فدايما كل واحد بيبقى همه ان ابنه يقدر يوصل، فعشان كده بيروحوا الانديه وبيشتركوا في الاكاديميات كره القدم، لكل واحد على ان هو بيبقى عنده امل ان ابنه يطلع ويوصل ويبقى لاعب محترف. طبعا انا بدات كلاعب، اي لاعب لعب كره قدم، ولعبت كره شراب في شوارع قايتباي وجميع شوارع مصر لعبت فيها كره الشراب. كرة الشراب هي اللي أسقلتني، هي اللي خلتني أتعلم، وتعلمت وبقيت أقلد إخواتي وأصدقائي، أصدقاء إخواتي، هي عملية تقليد وعملية خبرة بتاخدها من الشارع وبتلعب كرة الشراب. وبعد كده رحت نادي إسكو، قعدت 7 سنين، وبعد نادي إسكو رحت نادي المقاولين العرب قعدت 6 سنوات، وبعد المقاولين رحت الإسماعيلي، وبعدين لعبت 10 سنين لمنتخب مصر، والحمد لله الناس يعني ادتني حقي كتير، كل الصحفيين والإعلاميين ادوني حقي وأنا راضي. وبعدين بقيت مدرب، قعدت في الإمارات 12 سنة في نادي العين 9 سنين، ونادي الجزيرة في أبو ظبي 3 سنين، طلعت لعيبة برضو على في مستوى محمد صلاح والنني. رجعت من هناك نادي المقاولين بيتي، طلعت محمد صلاح والنني وعلي فتحي وشريف علاء ورمزي خالد ومحمود عزت واحمد حمدي نوح، طلعت مجموعه لعيبه كتير الحمد لله ربنا وفقني فيهم. جبت هدف في النادي الاهلي في احمد ناجي سنه موسم 77 من احلى اهدافي، وهدف طارق عبد العليم نادي الزمالك برضو من اهداف الحلوه جدا. طبعا كابتن محمود الخطيب وكابتن مصطفى رياض وعلي ابو كريشه واسامه خليل وعبد العزيز عبد الشافي، دي لعيبه كتير، او حسن شحاته، لعيبه كبار جدا. لكن بالنسبه لي انا يمكن محمد فضل من اقرب اللعيبه الى قلبي، وبعدين اسامه حسني كمان من الرؤوس الحربه اللي كان ايجابي جدا على الجول وكان لعيب كويس وعنده اخلاق عاليه جدا. الامل موجود، المهم اشتغل واسمع كلام مدربك وقول حاضر ونعم واتق الله وحافظ على نفسك، الكرة هتوصلك، والكرة هتوصلك لأعلى حاجة في الدنيا وهي حب الناس اللي أنا عايش بيه دلوقتي لغاية دلوقتي.